يقول: ما معنى حديث لا يجتمع في الجزيرة دينان؟ لأن بعض الذين يؤيدون أو يشجعون أعمال العنف والتفجيرات يستدلون بهذا الحديث بوجود الكفار. هذا اللي يخاطب به ولاة الأمور: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. هذا خطاب للولاة الذين لهم سلطة، ما هو لكل واحد من أفراد الناس. هذا لأهل السلطة لا يجوز أن يمكنوا الكفار من السكنى، السكنى والاستقرار في جزيرة العرب. أما أنهم يأتون لمهمات ويأتون لعمل فهذا لا بأس به، لأنهم غير مستقرين، وإنما يأتون لعمل يؤدونه ثم يرجعون، ولا يبنون ويتملكون في جزيرة العرب ويستقرون فيها، هذا هو الممنوع. أما إنهم يأتون بأمان أو يأتون بعهد ويدخلون لمصالح مشتركة بينهم وبين المسلمين، هذا أمر جائز، ولا يمنع هذا لما فيه من المصلحة للمسلمين.